بطريه ايه الاخبار؟ الحمد لله. معايا طبعا جيمي، انتوا عارفين الزحمه، على الناس غير طبيعي، مش عارف اقابل حد. بطريه رقم واحد. وسليم سليم دلوقتي في البطريه ورايحين لاكبر فطار او اكبر مائده الرحمن تكون بتتعمل في مصر تقريبا كل سنه، عزبه حماده. دلوقتي الساعه 5:30، جو زحمه بطريقه غير عاديه، كل حاجه حواليها زحمه. حاسس الموضوع محمس. المطرية طبعا من المطرية ده من ازحم المقادير اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. الشارع زحمه جدا، حاول ان انا اوصل بدري. الزحمه اللي حواليها رهيبه، يعني الشارع كله، عايز اقول لكم الشارع كله تقريبا واقف. الموضوع بيتنظم من كل سنه وبعدد رهيب جدا. حتى شوفوا العدد بتاع الناس، بصوا الموضوع يا جماعه رهيب. ده كله من الدخله بس بتاعت الشارع. طبعا زحمه غير عاديه وعدد ناس رهيب جدا، بيجي كل سنه دي عشان السنه العاشرة. فالنهارده جاي اكبر عدد من الناس. هو طبعا دلوقتي مش بيدخلوا حد من هنا، صعب، ممكن نشوف جهه تانية. من كتر ما الموضوع زحمه فهم عاملين بوابات، يعني على كل حاره في بوابه، يعني هنا في بوابه. وبصوا كم عدد الناس اللي ورايا اللي عايز تدخل، عدد رهيب. عايز اشوف الصح، مفيش مكان الناس تدخل، هم بيدخلوا دخلوا عدد قليل قوي قوي من الناس. طب انا عايز ادخل بس مش عارف اعمل ايه. طيب هتدخلنا ولا لا؟ عادي، بنحاول ندخل من اي مكان تاني، بس الشوارع كلها مقفوله بشكل غير طبيعي. يعني بصوا كم الناس، كم الناس غير عادي. انا افتح الزمالك وتلف في بيوت الفنانين وكده، يعني عارف كل ده ومش عارف اسمي. ايوه اسمي ايه؟ سليم. داخل شوارع كلها مقفوله، كم زحمه غير طبيعي. انا بجد ما شفتش عدد الناس ده كله، اعتقد يعني النهارده عدد كبير قوي جاي من الناس. ده تبع سليم سليم مسافر. انا اسمي سليم سليم مسافر. طبعا انا دي اول سنه اجي، وبجد حاسس الموضوع هيبقى مختلف. يعني كل سنه بتزيد. مالين عزبة حمادة، اخواتنا، ونزور التلفزيون. قولي حاجه، قولي حاجه لمصر. احنا ساكنين في المطريه بس اول مره، بس لو ان شاء الله بجد اليوم جميل قوي. كل سنه وانتم طيبين. ايه الاخبار؟ انت من هنا؟ طيب ايه رايك في اليوم؟ اكيد قبل كده اصلا؟ لا، بس بجد يعني انه الحلو. وانا كمان اول مره اجي بصراحه، فاكر الموضوع هيبقى مختلف. تفتكر من الزحمه دي انا اعرف ندخل ولا لا؟ ممكن لا. ممكن لا، المهم ان احنا شفنا الاجواء والناس وخلاص. طيب الناس هنا لذيذه قوي، يعني بعيدا عن انه في زحمه واحنا شكلنا مش هنعرف نفطر، بس الناس كلها لذيذه، في فرحه رهيبه، كم زحمه غير عاديه، احتفال. انا حاسس ان انا يعني مش في مائدة رحمن، انا حاسس ان انا في احتفال كبير، في احتفال كبير قوي. الناس كلها بتحتفل بالموضوع كانه حاجه رهيبه. بصوا يا جماعه كم الزحمه، عدد ناس رهيب قوي. ده من اغرب الحاجات اللي شفتها، او من اغرب مائدة الرحمن اللي انا شفتها، انه الموضوع عامل كانه فرح، يعني هو مش مجرد فطار. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. بصوا الناس كلها بتحاول تصور من كتر الزحمه، بس احنا مش عارفين ندخل، الموضوع صعب. بس بصوا كم الناس، والله ما بهزر. بصوا عدد ناس رهيب قوي، كل الناس دي بتحاول ان هي تدخل، بس الموضوع حقيقي صعب جدا. من الزحمه مش عارف ادخل، بس العدد من بره رهيب، وكم ناس مش طبيعيه عايز تدخل وانا مش عارف ادخل. بس هنحاول ان احنا ندخل باي طريقه من اي مدخل تاني من الشوارع. بس كم الناس غير عادي. وانا الساعه دلوقتي 6:15، كل الناس دي ورايا بتحاول ان هي تدخل، وفي مداخل من ورا كمان، في ناس كتير قوي من ورا بتحاول برضه تدخل ومش عارفين يدخلوا، لانه كل سنه بيجي عدد. كلهم طيبين، كلهم طيبين، عدد ناس رهيب قوي. بصوا كل الناس دي بتحاول ان هي تدخل، وفي كمان شوارع كتير قوي من ورا. بس للاسف عشان الوقت متاخر، فعلى الاقل الناس بتيجي من الصبح عشان تلحق بس ان هي تدخل. بصوا احنا كل ده واقفين بره العزومه نفسها، او بره الافطار نفسه، وما دخلناش. فكم زحمه رهيب، بحاول ان انا ادخل باي طريقه، بس خلينا نستكشف ايه اللي ممكن نعمله. يعني انا جيت متاخر وما لحقتش الافطار، فاحاول اشوف اي مدخل جانبي كده عشان اعرف ادخل على الافطار. يا جماعه مش عارف. السلام عليكم. في اي مدخل من هنا ثاني؟ سلام عليكم. ولا حاجه، ولا حاجه. بصوا الزحمه، الناس دي كلها راجعه من العزومه، وانا بحاول ادخل. عدد كبير من الناس، طبعا الناس دي كلها راجعه، انا بحاول ان انا ادخل، مش عارف ممكن نعمل ده ازاي.
كل الناس اللي ورايا دول فتروا وراجعين لحد ماسك الكاميرا وعمال يتكلم ليها. الناس كلها مستغربه بس بحاول ان انا اتعامل عادي جدا. مش انت اللي بتصور وتجيب بيت الناس؟ مش بيوت الناس يعني. ايوه ايه الاخبار؟ كله حلو؟ اسمك ايه طيب؟ ماشي يا احمد يلا بتصور. دلوقتي الشارع فيلي شويه فهنحاول ان احنا ندخل، يعني بقى في مساحه ان الناس تدخل شويه. اولا الموضوع معمول كانه ما شاء الله فرح، يعني ده مش في ايده رحمن، كانه حاجه كبيره قوي. بصوا بقى الاجواء رهيبه، نور وزينه وناس عماله تتصور، يعني كانك مش في ايده رحمن، كانك في فرح. عدد ناس غير طبيعي. انا حاسس ان الموضوع بجد كان رهيب. وقت الفطار نشوف الاجواء حتى على الاقل، فكويس ان احنا دلوقتي بقى في مساحه ندخل. كم ناس غير طبيعي. بس دعوه والله مستر امل هنسافر بره. عاملين زينه رهيبه جدا، زحمه غير عاديه، عدد ناس غير طبيعي وزينه. الموضوع بصراحه جميل قوي بس متعب شويه، متعب ان انت لو عايز تدخل او تصور او تشوف اللي بيحصل. بس يعني اجواء رهيبه، الناس كلها عماله تصور. ايه الاخبار؟ بصوا يعني الاضاءه بتاعتها كبيره قوي، رهيبه قوي. كل يعني الشارع كله معمول بالزينه كانه فرح مش مدينه رحمن. بصوا يعني كل الناس واقفه موجوده، محدش عارف يدخل، يعني واقف مكانه مش عارف يتحرك. انا دلوقتي تقريبا واقف مدخل من المداخل، بس زحمه ورايا غير طبيعيه وعدد ناس رهيب. اول مره اشوف كم العدد ده عشان مدينه رحمن، وفعلا هي تستاهل ان هي تكون اكبر مدينه رحمن في مصر. بس بصوا العدد، انا ما لحقتش افطر وما لحقتش الافطار، بس ده شارع بس، ده كله كده مدخل شارع من الشوارع. الباقي كله هندخل ازاي مش عارف. طبعا في ناس خلصت اوريدي الافطار بتاعها، بس فكره انه في ثلاث اربع شوارع كلها مفروشه بوايد رحمن وعدد الناس الرهيب ده، ولسه في شوارع ثانيه الناس جايه بتفطر فيه، هو ده اكتر حاجه مخليه الموضوع انه رهيب. بس ازاي هندخل؟ ده اللي هنروح نشوفه دلوقتي. لو في اماكن ثانيه نعرف ان احنا ندخل. بصوا الناس نفسها في البيوت، يعني الناس واقفه في البيوت بتصور الموضوع، لان ده بيتعمل كل سنه والناس في البيوت بتحتفل قوي بالموضوع. طبعا في ناس دخلت وفي ناس لا، بس من كتر الزحمه مش كل الناس عارفه تدخل يعني. بس حقيقي انا ما شفتش حاجه عظيمه كده. اي طبعا جيمي انتوا عارفين الزحمه، عدد ناس غير طبيعي، مش عارف اقابل حد. بس احنا كنت اتمنى نعمل فيديو اطول من كده بس مش هنلحق من الزحمه. هنعمل حاجه ثانيه ان شاء الله. واحنا لحد دلوقتي واقفين بقالنا تقريبا ساعه على فكره، ومش عارف ادخل في اي مكان، بس بحاول ان انا استكشف باقي الشوارع او باقي الاماكن. حقيقي هموت من الزحمه، احاول اوريكم الاجواء الاساسيه. مطرية كلها كانت الموائد، الموائد كلها كانت ورايا هنا، بس يعني خلصت. الناس بدأت تفطر بدري قوي. انا كمان سمعت انه في ناس كانت جاية علشان بس يعني مجرد ان الناس تحضر الافطار، ناس كانوا جايين من المطرية. بلدنا ارض الابطال. بعد الافطار بقى في بقى ناس اللي بتفرع صواريخ وناس اللي بتلم بالهجومه، وعدد ناس رهيب موجود. بس بحاول انا استكشف بس الاجواء. الحاجه الملاحظه اللي موجوده يعني في اغلب الناس، سواء هم من البطاريه او من بره، انه الناس لذيذه قوي. الناس كلها جايه بتهزر مع بعض، ناس لطيفه مع بعضها، بس طبعا زحمه رهيبه. انا هنا اهو مش كويس علينا، كل الناس موجوده بتحاول ان هي يعني تبقى لطيفه مع بعض. بس طبعا كان الاحسن قوي ان احنا نكون موجودين بدري، بس حقيقي الاجواء تستاهل. زي ما انتم طيبين. ايه الاخبار؟ الحمد لله. بصوا هندخل نشوف بقى بقيه الاجواء عامله ازاي. حاسس انا مش عارف اتحرك، بس مفيش شارع في المطريه مفيهوش ناس، مفيهوش افطار، الناس بتحتفل بكل طريقه، ناس لطيفه قوي مع بعضها. الناس كلها لطيفه قوي. انا مطريه رقم واحد. هو تقريبا المكان اللي انا فيه الناس بتخرج منه، الزحمه قطع الشارع كله، كفايه قوي لحد كده احاول انا ارجع واخرج من الزحمه. الناس بتخرج. يا رجاله. حاولت ان انا ادخل بس ما عرفتش ادخل من كتر الزحمه. دلوقتي احنا طالعين من كتر زحمه المطريه. حاولت ان انا ادخل بس ما عرفتش ادخل من كتر الزحمه. دلوقتي نحاول ان احنا نطلع باي طريقه. اجواء صعبه قوي بس حقيقي الاجواء جميله. دلوقتي تقريبا بعدت شويه عن الزحمه، بس هي الشوارع بتاعت المطريه كلها كانت مليانه موائد ومليانه ناس في كل مكان. كوسان طيب، ايه الاخبار؟ بصوا الشوارع اللي ورايا دي كلها في ثلاث او اربع شوارع، هم دول اللي كان معمول فيهم مائده الرحمن. احلى حاجه في مائده الرحمن دي ان هي تعتبر اكبر مائده الرحمن بتتعمل في مصر كل سنه. مش الفكره على المائده،
هو ده الفكرة على الإفطار، على قد ما الفكرة في لمة الناس إن هما بيعملوا حاجة. الأول بدأت من عدد صغير جدا من الناس، دايما سامعين الأطفال ورايا عاملين بيغنوا، لأن هو الأول أهالي المطرية عملوها. أنا موجود معاكم يعني أنت لو ماشي تنورنا. الأول أهالي المطرية عملوها إن هما عدد صغير بس ناس بتفطر مع بعضها. بعد كده بدأوا إن هما يكبروا الموضوع لحد ما بقت في ناس بتيجي من بره المطرية ومن مصر كلها زي ما شفنا النهاردة كده، بتيجي بس عشان تفطر معاهم، بتيجي بس عشان تعيش معاهم الأجواء. دخول أو إن أنت تبقى موجود عامة في الإفطار ده بيحتاج ناس ان هي تكون موجوده من الصبح، من اول اليوم من 10 او 11 الصبح عشان تحضر الافطار وتحضر الاجواء وكل حاجه. الفكره مش في الافطار على قد ما الفكره في الاجواء، في الناس اللذيذه مع بعضها، الناس تتعامل مع بعضها بطريقه كويسه. فده شارع من ضمن الشوارع، ورايا هنا في 3 او 4 شوارع هي دي اللي كان بيتعمل فيها الافطار الجماعي في عزبه حماده. حقيقي تجربه مختلفه، انا جيت هنا اول يوم بس ما كانش الموضوع بالحلاوه دي، بس لا الموضوع فعلا يستاهل ان انت تكون موجود من بدري، او يستاهل ان انت تكون موجود من اول اليوم. دلوقتي تقريبا طلعت من الشارع، بس برضو لسه في ناس بره عماله بتحتفل وبتهيص ومطريه وبتاع بره. بص ده بره دي الدخله بتاعت الشارع نفسه، وناس كلها كده طالع على ميدان المطريه وعلى الشارع على المدخل بتاع عزبه حماده. بصوا الزحمه دي كلها كانت موجوده من يعتبر من اول اليوم، بس هي المهم الاجواء، المهم الناس، المهم معامله الناس مع بعضها والمناصبين. المطريه اجمل مكان في الدنيا دي بصراحه، احلى حاجه. مش مهم الافطار على قد ما انا يعني مبسوط قوي ان انا جيت شفت الحب واللطافه بتاعت الناس هنا. فلو انتوا شفتوا الفيديو لحد دلوقتي شاركوا دلوقتي في القناه واعملوا لايك للفيديو ده عشان اتاكد ان انتوا شفتوه. تابعوني على كل السوشيال ميديا. انا سليم سليم مسافر، سلامكم الله.